السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة تانية على قناة عيادة الأطفال. معكم دكتور يوسف فوضى، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة، في حلقة جديدة النهاردة في أواخر سنة 2019، ويا رب يكون سنة 2018 سنة سعيدة على الجميع، ويتحققوا كل الأمنيات بتاعتكم في سنة 2019، كل الأمنيات اللي ما قدرتوش تحققوها في سنة 2018 تحققوها إن شاء الله في سنة 2019 بإذن الله، ودايما تكونوا وتتمتعوا كلكم بالصحة والسعادة، كلنا في الأطفال والكبار أتمنى كلكم تكونوا كويسين وكلنا نكون في صحة وسعادة. والنهاردة حلقتنا يمكن حلقة بسيطة وصغيرة، هتكلم عن حاجة بسيطة جدا، وهي إزاي تعرفي العمر الحقيقي لطفلك. في بعض الأمهات بتقارن ما بين طفلها والطفل التاني، ممكن تقارن ما بين طفلها وطفل جارتها أو طفل ابن قريبتها أو كده، وفي بعض الأطفال بتتولد قبل الميعاد بتاعها، قبل النمو العمر أو اكتمال العمر الرحم بتاع الطفل. الطفل المكتمل العمر الرحم اللي هو 40 أسبوع 9 شهور مكتملين المفروض كده. طبعا في تعريفات بتقول إن هو قبل 37 أسبوع بيكون طفل مبتسر أو طفل خديج، وبعد 37 أسبوع بعد كده بيكون الطفل مش ما فيش مشكلة بيكون مكتمل، ولكن هنحط قاعدة ان هو مثلا 40 أسبوع. لو الطفل مولود مثلا عند 35 أسبوع، ابنك عنده 5 شهور والطفل التاني عنده 5 شهور، انت ما تقارنيش طفلك اللي هو مولود عند 35 أسبوع بطفلك التاني، يعني هو ناقص دلوقتي 5 أسابيع، بمعنى ان هو تقريبا ناقص حوالي شهر وشويه، فانت لازم تكون عامله حسابك ان طفلك دلوقتي عنده 4 شهور او 3 4 شهور الا اسبوع، ما تقارنيهوش بالطفل اللي هو دلوقتي بقى عنده 5 شهور وكده. لازم كل طفل بحسب له العمر بتاعه. بتحسب العمر بتاع الولاده، وفي تاريخين مهمين جدا لازم تكوني عارفاهم. التاريخ اللي هو بتاع الولادة الأكشولي اللي هو المفروض اللي انت عارفاه، لازم تكون عارفة آخر معاد للدورة بتاعتك تكون إمتى، وبالتالي بتعرف الـ expected date of delivery، بمعنى اللي هو التاريخ المتوقع للولادة بتاعتك. عشان كده تكوني عارفة التاريخ العمر الحقيقي للطفل والعمر اللي هو ممكن يكون الطفل مولود بدري قبل معاده. فالطفل لو هو مولود بدري قبل ميعاده، بمعنى ان هو مولود مثلا في الشهر السابع او في الشهر الثامن من الحمل، ما تقارنهوش ابدا بالطفل اللي هو مولود 40 اسبوع او 9 شهور مكتملين. كل طفل بيختلف من في ناحيه من النواحي، فما تظلميش طفلك وتحط فيه مقارنه او تحطيه في مقارنه ظالمه ما بين الاطفال، الطفل المكتمل نمو، بمعنى ان انت طفلك دلوقتي زي ما قلنا طفلك عنده 5 شهور، لكن هو مولود بدري قبل ميعاده في الشهر السابع، يعني هو ناقص شهرين، يعني هو دلوقتي عنده 3 شهور بس. عشان كده ما تقارنهوش بالطفل التاني اللي عنده 5 شهور. وبالتالي طبعا الحاجات دي كلها او الخصائص كلها بتاع الطفل مثلا في الشهر الخامس مش هتبقى تنطبق عليه اللي هو ناقص شهرين او ناقص شهر ونص. فعشان كده لازم تكوني متأكدة وعارفة طفلك ناقص قد ايه، وبالتالي بتخصمي الفترة الزمنية اللي اتولد فيها مبكرا من العمر الحقيقي بتاع الطفل، وبالتالي بيظهر لك اللي هو الكوركتد ايج او ما يسمى العمر الحقيقي بتاع الطفل. أتمنى تكون الرسالة وصلت لكل الأمهات، ويا جماعة ما نحطش أطفالنا في مقارنة مع الأطفال الآخرين. كل طفل بيبقى له شكله، كل طفل بيبقى له نظامه، كلنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين. عشان كده بقول لازم كلنا ناخد بالنا من النقطة دي، لازم تكون واخدة بالك وعارفة طفلك لو هو مولود بدري قبل ميعاده ما تعاملهوش على انه هو مولود مكتمل النمو. لازم بتحطيه في الـ 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 العمر الحقيقي بتاعه اللي هو العمر اللي اتولد بيه ناقص الايام اللي هو اتولد مبكر قبل ميعاده. عشان كده بقولك ما تظلميش طفلك وما تقارنهوش بالاطفال اللي ممكن يكون طفل مكتمل النمو الرحمي، بمعنى ان هو مولود
9 شهور أو 40 أسبوع مكتملين. ده كانت الحلقة كده، حلقة خفيفة وحلقة بسيطة، أتمنى تكون حلقة مفيدة وتعجبكم كلكم. أتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكم تنبيه بكل الحلقات الجديدة. إن شاء الله نتقابل في الحلقة الأخيرة من سنة 2018، هنتكلم عن حصاد سنة 2018 بالنسبة لقناة عائلة الأطفال، وإيه اللي احنا قدمناه لكم في الفترة دي. إن شاء الله انتظرونا. تحياتي ليكم، كنت معكم دكتور يوسف وضخ، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.